السلام عليكم. أنت أو أنت إذا كنت مهتم بتطوير الخطة السنوية لعام 2021، وإذا كنت مهتم بوضع أهدافك وتحقيق الأخير الفاضل، فعليك اليوم متابعة المحاضرة التفاعلية على قناة التليجرام التابعة لـ 10 Minutes. هتكون إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 8 بتوقيت دول المغرب العربي. إذا كنت مهتم بتطوير حياتك أخير الفاضل وقضاء الوقت النافع والناجع وتحقيق الأهداف والمخرجات الرائعة في العام 2021، فجهز أسئلتك على هذه الخطة وحاول إنه أنت تنخرط معنا في نقاش أخي الفاضل حتى يعني تحقق أهداف هذه المحاضرة. بنتظركم اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة، لا تفوت الفرصة عليك. سأكون هناك وسأجيب على كل أسئلتك واستفساراتك ونقاشاتنا إخواني الفاضل، وسأعطيك أيضا بعض التقنيات والاستراتيجيات اللي أنت تحقق فيها الأهداف للعام 2021 بكل كفاءة وبأقل وقت ممكن وبأقل مال لازم أخي الفاضل. عشان هيك لازم تكون معي في هذه المحاضرة المهمة جدا واللي حتساهم في تغيير حياتك. بشوفكم هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.